سؤال رقم 39. عندنا أنبوبة معدنية كما بالشكل، أدي الأنبوبة أهي بها تيار كهربي شدته أي، فإن كثافة الفيض عند النقاط 1 و2 و3، إيه القانون اللي بحسب بيه كثافة الفيض الناتجة عن مرور تيار كهربي في سلك؟ بقول إن البي بتساوي ميو أي على التو باي دي. بالنسبة للنقاط التلاتة، التيار اللي بيمر في السلك واحد مش هيتغير، والميو واحدة والتو واحدة والباي واحدة. هي المشكلة في الدي. طب مين هي الدي؟ هي البعد العمودي بين النقطة ومحور السلك. يبقى احنا هنحسب مسافتنا من المحور لحد النقطة. طيب ادي المسافة بتاعتنا من المحور لحد النقطة هي نفسها نفس المسافة من المحور لحد النقطة، هي نفسها نفس المسافة دي من المحور لحد النقطة، لان المحور بيوازي الخط ده، فيبقى المسافات اللي واصلة بين الخطين المتوازيين هتبقى متساوية، وبالتالي هتبقى البي واحد بيساوي البي اتنين بيساوي بي تلاتة، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم دي. السؤال رقم 40. عندنا موصلين متوازيين يمر بيهم تيار كهربي دون 1.5 أمبير وده 1 أمبير في نفس الاتجاه كما بالشكل، فإن أكبر كثافة فيض عند النقطة النهيين. تعالوا نجيب كثافة الفيض عند كل نقطة ونشوف مين البي الكبيرة. طيب تعالوا كده، احنا عندنا نقطة ألف، نقطة ب، نقطة ج. النقطة ب موجودة بين السلكين، موجودة بين السلكين، اتجاه التيار فيهم في اتجاه واحد، يبقى النقطة ب موجودة في منطقة طرح، تمام؟ طب تمام، وكمان هي في منتصف المسافة اهي، بس هي موجودة في منطقة طرح. طيب النقطة ألف، خلي بالك في معلومة بتقول لك لا يوجد مجال على محور السلك ولا على امتداد السلك. بمعنى ايه؟ احنا بنقول مجال السلك ما بيجيش عليه، مجال السلك دوائر مركزها السلك، يبقى في دايرة دي اللي فيها المجال، لكن المركز مش موصل له مجال، وبالتالي النقطة دي على امتداد محور السلك، يبقى النقطة دي مش هيوصل لها مجال من السلك اللي بيمر فيه تيار 1 أمبير، وبالتالي المجال الوحيد اللي جاي لها من التيار اللي قيمته 1.5. يعني لو حبيت اجيب البي عند النقطة ألف هقول عبارة عن ميو في التيار اللي هو 1.5 على 2 باي، ايد على السلك وايد على النقطة، هنلاقي المسافة 6 سنتي، يعني 6 × 10 أس سالب 2. ولو حبيت اجيب البي عند النقطة جيم هلاحظ ان النقطة جيم امتداد لمحور السلك اللي بيمر فيه تيار 1.5، وبالتالي لا يوجد مجال لهذا السلك عند النقطة جيم. امال النقطة جيم وصل لها مجال بس من السلك اللي بيمر فيه تيار 1، وبالتالي البي اللي عند جيم هتبقى عبارة عن ميو تيار السلك ده 1 على 2 باي، ايد على السلك وايد على النقطة، هتلاقي المسافة 6 سنتي، يعني 6 × 10 أس سالب 2. اما هنا البي هتبقى بالطرح، هتطرح البي كبيرة ناقص البي صغيرة، طبعا هنا البي كبيرة لان التيار اكبر، يبقى هتقول البي توتال عند النقطة ب هتساوي ميو، هبدأ بالسلك ده 1.5 على 2 باي، ايد على السلك وايد على النقطة، 3 سنتي، يعني 3 × 10 أس سالب 2، ناقص ميو في تيار السلك التاني اللي هو 1 على 2 باي، ايد على السلك وايد على النقطة اللي هي 3، يعني 3 × 10 أس سالب 2. هيطلع معاك اكبر قيمة هي البي عند النقطة الف، وبالتالي الاختيار الصحيح ان اكبر مجال عند النقطة الف. سؤال 41. في شكل مربع من 4 أسلاك متساوية في الطول ومن نفس المادة، ولكن فيها ضلعين اكبر سمك، فان كثافة الفيض تنعدم في المركز في الشكل ايه؟ ايه علاقة المربع بمجال السلك؟ ما انا دلوقتي هعتبر المربع ده عبارة عن 4 أسلاك، تمام؟ هخطط مجال كل سلك واحسب قيمة البي عشان اقدر اجيب البي توتال عند المركز. طيب انا دلوقتي عندي الاسلاك نفس الطول، بس في سلك سميك وفي سلك رفيع، وده معناه اختلاف في المقاومة. انت عندك الار بيساوي رو اي في ال على اي، اذا بين الار ومساحة المقطع علاقة عكسية، فلمساحة مقطعه اكبر هتبقى مقاومته اقل. فانا لو اعتبرت ان المقاومة دي عبارة عن 1 أوم، السلك السميك 1 أوم، ماشي، يبقى السلك الرفيع مثلا انا بقول فرض هيطلع 2 أوم، يبقى السلك السميك ده هيبقى 1 أوم زي ما افترضت، والسلك الرفيع ده هيبقى مقاومته اكبر 2 أوم، السلك السميك 1 أوم 1 أوم، وهنا الرفيع 2 أوم، هنا 2 أوم، السميك ده هيبقى 1 أوم، الرفيع ده 2 أوم، هنا 2 أوم، وهنا 1 أوم.
تعالوا بقى نشوف التيار هيتجزأ ازاي. عندك الفرع ده فيه 3 والفرع ده فيه 3، فالتيار هيتقسم بالنص بتساوي، يبقى هنا اي على 2 وهنا اي على 2، يبقى تيار دول زي تيار دول. هنا التيار اي في فرع فيه 2 وفي فرع فيه 4، يبقى التيار لما هيتجزأ هيتجزأ ازاي؟ عندك فرع فيه 2 وفرع فيه 4، يعني مقاومة دي ضعف دي. طب في الحالة دي هيتوزع هنا التلت وهنا التلتين، يبقى هنا تلتين الاي وهنا تلت الاي، تمام. هنا 1 و2 3 وهنا 1 و2 3 كمقاومات، وبالتالي التيار هيتجزأ بالتساوي، يبقى هنا اي على 2 وهنا اي على 2، تمام. هنقول ان الاي على 2 هنا يعني دي كلها التيارات زي بعض، وبالتالي والمسافات واحدة، تيار واحد ومسافات واحدة، وبالتالي البي اللي هتكون ناتجة من الأربع أسلاك بيهات متساوية. يعني قلت دي بي هتبقى دي زيها بي، دي بي برضو دي بي، لأن التيار اللي بيمر هنا أنا يهمني التيار ويهمني البعد العمودي في حساب كثافة الفيض. يبقى أنا دلوقتي أدام التيار ماشي هنا قيمته زي هنا زي هنا زي هنا والأبعاد واحدة، يبقى البي والبي 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 واحدة. هنعمل إيه في التوتال بتاعهم؟ تعالوا نخطط المجال. هنا الإبهام مع التيار، يبقى الناحية دي إكسات بالنسبة للسلك ده وهنا نقط. هيجي التيار يكمل كده، يبقى نقول الإبهام مع التيار، يبقى الناحية دي إكسات والناحية دي نقط. طبعا أنا يهمني اللي عند المركز. هنا التيار الإبهام مع التيار، يبقى الناحية دي اللي إكسات، أما ناحية المركز هيبقى نقط، وهنا نفس الكلام دي إكسات وهيبقى دي نقط. يبقى أنا هقول البي دي، هقول بي دهيا زائد البي اللي جنبها لانهم في اتجاه واحد، ناقص البي دي لان اتجاهها مخالف، ناقص البي دي، فساعتها دي هتطير مع دي ودي مع دي، يبقى هنا صفر. ده الصفر اللي بيقول عليه. نفس الكلام هنا، هنا التيار في الاسلاك تيارات متساويه، هنا اي على 2 وهنا اي على 2 وهنا اي على 2 وهنا اي على 2، والبعد عن المركز ابعاد متساويه، وبالتالي هيبقى البي الناتجه من كل واحد متساويه. طيب نفس الكلام هيبقى اكسات هنا واكسات هنا ونقط هنا ونقط هنا، فهيبقى فوق هنا 2 بي بالموجب مثلا وهنا 2 بي بالسالب، هيطيروا مع بعض، وبالتالي هيبقى برضو كثافة الفيض عند المركز بصفر. اما هنا الفريق اللي فوق هيكون ليه بي مختلفة عن البي اللي تحت. طبعا هنا بنقول ان عشان المقاومات اقل يبقى التيار اكبر، وبالتالي التيار ده هيسبب ان الفريق اللي فوق هيبقى المجال بتاعه اكبر من مجال الفريق اللي تحت، فمش هيقدروا يلاشوا بعضهم البعض زي ما عملنا هنا وهنا، فبالتالي المحصله هنا مش هتبقى صفر بسبب اختلاف التيار اللي فوق عن اختلاف التيار اللي تحت، وبالتالي الاجابه الصحيحه هتكون رقم د 1 و3 بس. السؤال رقم 42، في الشكل عندنا موصلين يمر بيهم نفس التيار، ادي اي وهنا اي برضو، بس اتجاه ده الاعلى واتجاه ده الاسفل، فعايزني ارتب البي عند النقاط الواحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. هنتعامل ازاي؟ تعالوا الاول نخطط المجال. احنا لما يكون اتجاه التيار في السلكين في اتجاهين مختلفين، فبيبقى اللي بينهم جمع واللي براهم طرح، يبقى اقل بي هتبقى موجودة عند واحد وعند خمسة. طيب تعالوا نرتب الاول، يبقى الاكبر حاجة اللي موجودين في منطقة الجمع. تعالوا مثلا نعتبر الميو على اي على 2 باي دي نعتبرها بي، تمام. تعالى نشوف النقطة 4، نسأل كده النقطة 4، البي عند النقطة 4 هتقول لك جاي لي مجال من السلك الأول وهجمعه مع المجال اللي جاي من السلك الثاني، لأن النقطة 4 موجودة في منطقة جمع، يبقى هجمع البي اللي جاي لها من السلك 1 زائد البي اللي جاي لها من السلك 2. البي اللي جاي لها من السلك 1 هتبقى ميو تيار السلك 1 اي على 2 باي، ادي النقطة 4 وادي المسافة اهي بينها وبين السلك 1، وهعتبر كل مسافة متساوية انها دي، تمام. يبقى ادي 3 دي، تمام. زائد البي اللي جالها من السلك التاني هقول ميو وطيار السلك التاني اي على 2 باي، ادي النقطة 4 وادي السلك، يبقى دي، تمام. يبقى انا اعتبرت كل مسافة من دي. هيبقى عندك هنا ميو اي على 2 باي دي، ميو اي على 2 باي دي، دي قيمتها بي زي ما احنا اتفقنا. يبقى انت عندك هنا بي على 3
زائد ميو اي على 2 باي دي، دي عبارة عن ايه؟ دي. تمام، هعتبر الوحدة كأنه 3 على 3، هيبقى عبارة عن هنا 3 4 على 3 بي، يعني قول تلت زائد واحد هيطلع معاك 4 على 3 بي. 4 على 3 يعني أكبر من واحد الصحيح، يعني تقريبا 1.33 بي. ماشي، ده بالنسبة لمين؟ للبي اللي عند النقطة 4. تمام، ادي 1.33 بي. تعالى نجيب البي عند النقطة 3، هتساوي كام؟ طيب ادي النقطة 3 برضو موجودة في منطقة جمع، فانا هجيب البي القادمة من السلك الاول اجمعها مع البي اللي جاية لها من السلك التاني، يبقى البي عند 3 بتساوي البي اللي جاية لها من السلك 1 زائد البي اللي جاية لها من السلك 2. ادي النقطة وادي السلك، يبقى هقول ميو وطيروا اي على 2 باي، احنا عايزين اللي جاي من السلك 1 اهو، والنقطة 3 اهي، يبقى البعد هنا 2 دي، زائد ميو طيار السلك التاني اي على 2 باي، ادي النقطة 3 وادي السلك التاني يبقى 2 دي. تمام، هقول ميو اي على ميو اي على 2 باي دي اعتبرتها بي، يبقى بي على 2، وميو اي على 2 باي دي اعتبرتها بي، يبقى هنا بي على 2. تمام، يبقى الناتج هيبقى عندي هنا المقامات متوحده وادي 2 بي، يبقى الناتج بي، يبقى البي عند 3 هتبقى قيمتها بي. تعالى نجيب البي اللي عند النقطه 2، هيبقى البي اللي جاي لها من السلك الاول زائد البي اللي جاي لها من السلك الثاني. البي اللي جايه من السلك الاول ميو تيار السلك الاول اي على 2 باي، لحظه ادي السلك الاول وادي النقطه 2 يعني البعد دي، زائد ميو اي على 2 باي ادي النقطه 2 وادي السلك الثاني، ادي عندك 3 دي، 3 دي. تمام، في 3 دي، ادي الميو اي على 2 باي دي اللي احنا هنسميها بي، وهنا ميو اي على 2 باي دي اللي احنا هنسميها تلت بي، هيبقى الناتج 1.33 بي. يبقى هاجي هنا البي عند النقطة 2 هتبقى 1.33 بي، يبقى احنا دلوقتي عندنا بي 4 بتساوي بي 2 أكبر من بي 3. طيب عايزين نجيب البي اللي عند النقطة 5، البي توتال عند النقطة 5 هتبقى في منطقة طرح، هجيب البي اللي جاية لها من السلك 2، ليه بقى؟ ما هو التيار 1 يبقى المسافة الأقل هتعمل بي كبيرة، بي 2 ناقص بي 1. تعالوا نجيب البي 2، هنقول ميو تيار السلك 2 اي على 2 باي، والمسافة دي ناقص بي اللي جاية لها من السلك الأولاني هتبقى ميو اي على 2 باي، أما هنا البعد هيبقى دي، ادي 1 2 3 ادي 4 ادي 5، يبقى 5 ايه؟ دي. يبقى انت عندك هنا دي بي، شيل منها بي على 5، دي مين؟ البي توتال عند النقطة 5. طيب ماشي، تعالى نجيب البي توتال عند النقطة 1، برضه هنطرح بس المرة دي هنقول بي 1 ناقص بي 2. تعالى نجيب بي 1، هنقول ميو تيار السلك اي على 2 باي، ومسافته دي، مسافة السلك عندي دي. طيب السلك التاني هنقول ميو اي على 2 باي، المسافة من ادي دي 2 3 4 5، يبقى احنا عندنا 5 دي. هناخد الميو والاي والتو والباي والدي على المشترك، هيتبقى يعني انا هقول ايه؟ هقول زي دي كده، هقول دي كده بي، وهقول دي بي على 5، ما 2 باي دي اهي، يبقى البي على 5، يبقى نفس الصيغة دي، يبقى بي 5 بيساوي بي 1. يبقى الترتيب بتاعنا ايه بقى؟ يبقى الترتيب بتاعنا ان بي 4 بيساوي بي 2، ودول اكبر من بي 3، وهيبقوا اكبر من بي فين هي؟ من بي 1، بي 1 وبي 1 بتساوي بي 5. هنشوف الاختيار ده موجود فين؟ بي 4 بتساوي بي 2 اكبر من بي 3 اكبر من بي 1، وبي 1 بتساوي بي 5، يبقى الاجابه الصحيحه هتكون رقم ب.
سؤال رقم 43 في السؤال السابق اتجاه المجال الكلي عند النقطة وعمديني اختيارات. تعال الأول نخطط المجال. الإبهام مع التيار يبقى الناحية دي إكسات والناحية دي نقط، يبقى الناحية دي هنا إكسات والناحية دي نقط. هنا الإبهام مع التيار يبقى الناحية دي إكسات والناحية دي نقط. يبقى أنت هنا نشوف الاختيار رقم ألف، عمودي على الصفحة للداخل عند 5 و1، آدي 5 وآدي 1 عمودي على الصفحة للداخل، فعلا دي صح. طب رقم ب، عمودي على الصفحة للخارج عند 2 و4، 2 و4 عمودي على الصفحة للخارج، أيوه في نقطة أهي، يبقى ب صح. طيب ج، عمودي على الصفحة للخارج عند 3 فقط، عند 3 فقط عمودي على الصفحة للخارج، لا ده هنا إيه، عمودي على الصفحة للخارج، الخارج ده يعني نقطة، عند 3 بس مش ينفع، لأن هو عمودي على الصفحة للخارج عند 2 برضو، وعمودي على الصفحة للخارج عند 4 برضو. طيب عمودي على الصفحة للداخل عند 1 فقط، لا هنا عمودي على الصفحة للداخل وهنا عمودي على الصفحة للداخل، يبقى الإجابة الصحيحة ألف وب. سؤال رقم 44 بيقول في السؤال السابق إذا عكسنا تيار أحد السلكين فإن كثافة الفيض، لو عكست اتجاه التيار بالشكل ده، تعالوا نرتب بقى كثافة الفيض، هيبقى ساعتها اتجاه التيار في السلكين في اتجاه واحد، يبقى اللي بينهم طرح براهم جمع، فهتبقى بي 5، احنا عارفين احنا لما جبنا بي 5 وبي 1 في المقدار في السؤال السابق كان بيساوي بعض، يبقى بي 5 هتساوي بي 1 وهيبقوا اكبر حاجه لانهم اصبحوا في منطقه جمع. اكبر من مين بقى؟ طبعا البي هنا هتبقى بصفر، لان هنا التيار اي وهنا اي وفي منتصف المسافه، يبقى دي اخر حاجه. 2 و4 احنا لما جينا حسبناهم في المساله اللي فاتت كانوا متساويين في المقدار، يبقى ده اكبر من بي 2 وبي 2 بتساوي بي 4 ودون اكبر من بي 3، دي اخر حاجه. يبقى احنا عندنا ندور على الاجابه الصحيحه، بي 1 بتساوي بي 5 اكبر من بي 2 او اكبر من بي 4 بتساوي بي 2 اكبر من بي 3، يبقى الاجابه الصحيحه هتكون رقم الف. سؤال رقم 45، اعصار ضخم عباره عن شحنات كهربيه الكترونات تتحرك مندفعة رأسيا، فإذا كانت كثافة الفيض على بعد 9 كيلو متر من المحور، يبقى هو هنا مديني البعد العمودي أهو، عبارة عن 9 × 10³، الكثافة دي بكام؟ البي عبارة عن 1.5 × 10⁻³ تسلا، فعايز شدة التيار الناتج عن حركة الإلكترونات في الإعصار، يبقى حركة الإلكترونات دي بتمثل بالنسبة لي التيار، هو عايز شدة التيار، فأنا أقول إن البي بتساوي ميو اي على 2 باي دي، عايز اعرف قيمة الاي، يبقى هنقول الاي بتساوي الطرف المتصل يعني 2 باي دي في بي على الطرف اللي فيه مجهول اللي هو الميو، هنعوض هنقول الاي بتساوي 2 باي البعد 9 × 10³ في البي اللي هي 1.5 × 10⁻⁸ على الميو اللي هي 4 باي × 10⁻⁷، هيطلع معايا النتيجة 675 أمبير، يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ب. سؤال 46، وضع سلك أفقيا يمر به التيار من الجنوب إلى الشمال في مجال الأرض. تمام، لما يوضع السلك أفقيا فبيبقى مجاله رأسي، تمام، فعايز نقطة التعادل، يبقى لازم يكون لمجال الأرض ليه مجال رأسي عشان خاطر إنهم يكونوا في اتجاهين مختلفين وبالتالي يلاشوا بعضهم البعض. طيب احنا بنقول ليه، هل الارض ليها مجال؟ ايوه، بيقولوا ادي الكره الارضيه، ادي القطب الشمالي الجغرافي وده القطب الجنوبي الجغرافي، تمام، جوه الارض في مغناطيس، لا لو ده محورها، في مغناطيس هنا بيميل على المحور ده بزاويه، هنا القطب الجنوبي من المفارقات ان القطب الجنوبي ناحيه الشمال الجغرافي والقطب الشمالي ناحيه الجنوب الجغرافي، فبتخرج خطوط المجال من القطب الشمالي تروح للقطب الجنوبي ومن القطب الشمالي تروح للقطب الجنوبي، وبالتالي شكل مجال الارض، يبقى الارض ليها مجال، اولا مجال الارض هيبقى عباره عن كيرفات بالمنظر ده، فعشان كده احنا بنحللها الى مركبتين، مركبه راسيه ومركبه افقيه، بنحلل المجال لمركبه راسيه ومركبه افقيه، تمام. ففي الحالة دي هنيجي نشوف بقى ان ممكن يحدث نقطة تعادل، او ممكن تحدث بس على حسب المكان او الموقع الجغرافي، هل هو موجود ناحية الشرق ولا الغرب، على حسب الاتجاهات،
يبقى انا عايزه ان المجال بتاع السلك يلاشي مجال الارض، فلازم يكونوا المجالين عكس بعض. بس ما ينفعش نقول ان يكون واحد مجاله راسي والتاني مجاله افقي، وبالتالي يبقى في تعامل. طب يبقى الاجابه ايه؟ هقول ممكن تكون نقاط التعادل شرق وغرب السلك على حسب الموقع، هي دي الاجابه الصحيحه رقم د. سؤال رقم 47 امتحان الكويت 1981 بيقول لي ألف وب وج ودال أربع أسلاك. آدي السلك ألف عمودي على الصفحة وتياره للخارج، وآدي السلك ب عمودي على الصفحة وتياره للخارج، وآدي السلك د عمودي على الصفحة وتياره إلى الداخل، وآدي السلك ج عمودي على الصفحة وتياره إلى الداخل. تمام، أربعة أسلاك مستقيمة طويلة جدا متوازية يشكل مقطعها المستعرض مربع طول ضلعه 20 سنتي. آدي المربع وطول الضلع 20 سنتي كان بالشكل، فإذا مر بكل منهما تيار 20 أمبير، تيار ده قد ده قد ده قد ده في المقدار قيمته 20 أمبير. في الاتجاهات الموضحة بالشكل فإن مقدار واتجاه كثافة الفيض في المركز M للمربع واحد، يبقى الM دي نقطة في مركز المربع. تمام، لو رحنا لنقطة M وسألناها أنت جاي لك مجال منين، هتقول جاي لي مجال من أربع أسلاك، جاي لها مجال من ألف وب ودال وجيل. طيب المجالات دي هل هي متساوية في المقدار ولا مختلفة؟ هو المجال بيتعين من القانون البي سلك عبارة عن ميو اي على تو باي دي، الاي واحدة للجميع 20 امبير، والبعد العمودي من النقطة دي في مركز المربع، وبالتالي البعد العمودي اللي هي الحتة دي كده الدي بتساوي دي، هتبقى برضو دي ودي دي ودي دي، يبقى البي اللي وصل لها من جميع الاسلاك كقيمه متساويه. تمام، وممكن اعتبرها البي اللي جايه من السلك مقدارها دي. طيب هل اقدر اجيب الدي دي كبعد؟ يعني مثلا الاي معروف انها ب 20 امبير، البعد العمودي ده بقى هنحتاجه اكيد لما نيجي نعوض عشان نجيب البي للسلك الواحد، هنجيبها ازاي؟ شايف المثلث ده؟ المثلث ده قائم الزاويه. طيب ومعايا قيمة الوتر اللي هو 20 سنتي، خلي بالك أنا مش هحول دلوقتي 20 سنتي، يبقى أنا عندي ال 20 سنتي ده وتر بيساوي الجذر التربيعي لمربع ده زائد مربع ده مثلث قائم الزاوية، يبقى دي تربيع زائد دي تربيع. طيب يبقى ال 20 بتساوي الجذر التربيعي ل 2 دي تربيع، يعني ال 20 بتساوي دي جذر 2، يبقى الدي بتساوي 20 بعيد على القريب على جذر 2، هحول في الخطوة الأخيرة أضرب في 10 وسالب 2، دي قيمة دي. طب تمام، عايزين نحدد الاتجاه المجالات، يبقى احنا هنقول ايه بقى؟ عن طريق الصبعين دول هنقدر نخطط مجال السلك. الصباع ده هيشير لاتجاه التيار وده هيرسم المجال. هاجي هنا عند السلك ألف وهقول تياره عمودي على الصفحة الخارج، يبقى ادي عمودي على الصفحة الخارج، والصباع ده هيرسم المجال اهو، لان احنا بنقول لما يكون السلك عمودي على صفحة يبقى مجاله دايرة كاملة، فانا محتاجة ارسم دايرة، فانا هيساعدني الصبعين دول في رسم الدايرة. ادي التيار للخارج وادي المجال اهو، هيبقى المجال هحدد اتجاهه بعد ما اعدي من عن نقطة المركز، انا كده اهو عديت، يبقى ادي المجال الخاص بالسلك ايه وقيمته احنا هنقول عليها ب. تمام، هنيجي كده يبقى احنا خلصنا سلك الف، تعالى للسلك ب برضو بنفس الصبعين اهم، هنقول التيار عمودي على الصفحة الخارج وصباع التاني هيرسم المجال، المجال هيترسم اول ما عدي من المركز اهو، يبقى السهم ده كده المجال اللي جاي من السلك ب اللي هو قيمته ب. تمام، ونعمل عليه صح. طيب مجال ده هنقول ايه بقى؟ الصباع ده بيحدد اتجاه التيار، تيار عمودي على الصفحة للداخل، والصباع ده هيرسم المجال، هيرسم المجال اهو، يبقى هنا مجال اللي جاي من النقطة د وقيمته ب، يبقى احنا خلصنا دي. نيجي بقى عند النقطة ج نفس الصبعين، المجال عمودي التيار عمودي على الصفحة للداخل، والصباع ده هيرسم المجال، هيبقى هنا المجال اللي جاي من السلك ج اللي هو قيمته ب. طيب تمام، تعالى بقى نشوف في النهاية أصبح ايه. اصبح معايا على السلكايه دي بي وبي في اتجاه واحد، يبقى 2 بي، يبقى هنا في هنا في 2 بي، وهنا برضو بي وبي في اتجاه واحد، يبقى هنا في 2 بي. طيب ما ال2 بي وال2 بي بينهم تعامد، يبقى البي توتال في النهايه بيساوي الجذر التربيعي ل2 بي الكل تربيع زائد 2 بي الكل تربيع، ال2 بي دي مع ال2 بي دي كده في بينهم تعامد، يبقى عن طريق فيثاغورس. تمام، يبقى البي توتال
هتساوي الجذر التربيع. تعال نربع المقدار ده، تربيعة الاتنين أربعة، والبي بي تربيع، وهنا أربعة والبي تربيع بي تربيع. طيب هنقول إيه بقى؟ هنقول البي توتال بتساوي أربعة وأربعة تمانية بي تربيع، يبقى البي توتال بتساوي بي جذر تمانية. تمام، البي بقى قيمتها كام؟ تعال نحسب البي. هنقول أربعة باي في عشرة أس سالب سبعة، ده قيمة الميو في التيار اللي هو قيمته عشرين، على تو باي في البعد اللي احنا كنا حسبناه، كنا حسبنا البعد وحولناه كمان اهو، عشرين على جذر اتنين في عشرة أس سالب اتنين، يبقى ادي الميو وادي الاي وادي التو باي دي. هيطلع معايا طبعا لسه هنضرب في جذر 8، يبقى عوضنا بالمقدار ده كده عن قيمه البي الواحده، ما هي كلها البي متساويه، وادي هنضرب في جذر 8، هيطلع الناتج عباره عن اختيار رقم ب 8 في 10 اس سالب 5 واتجاهه جهه الشرق ليه؟ لان انت دلوقتي عندك المجالات دي متساويه، فهتبقى المحصله جايه من المركز كده في المنتصف بالظبط، فهتبقى في اتجاه ده اتجاه ايه؟ طبعا كده في اتجاه الشرق. يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ب. نقطة بس عايزة أوضحها، أنا قلت في السؤال دون إن هو 20 على جذر 2، بس لما جيت أكتب كتبت 2، لأ إحنا هنقول 20 على جذر 2، يعني أنا قلتها لكن لما جيت أسجلها عشان بس لو حد بيحسب ورايا. ليه؟ عشان إحنا جبنا الدي 20 على جذر 2 في 10 أس سالب 2، يبقى هي هنا هنعوض عن قيمة الدي ب 20 على جذر 2 في 10 أس سالب 2، وبعدين نضرب المقدار ده في جذر 8، هيطلع الإجابة رقم ب إن شاء الله، يبقى الإجابة هتبقى رقم ب. سؤال رقم 48، عندنا شريط ممغنط من الصلب على شكل حرف L، وضع على قطعة فلين طفية على سطح المية، وعندما يستقر المغناطيسي يأخذ الوضع إيه؟ هو المفروض الشريط الممغنط هياخد وضع إيه؟ ياخد الوضع اللي يكون فيه محوره موازي لاتجاه المجال. طيب ده كده مش موازي للمجال؟ لا، لان ده مش المحور. امال فين محور الشريط الممغنط؟ خط بيمر بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي، يعني هيبقى ده كده، هل ده بيوازي اتجاه المجال؟ لا، يبقى ده مرفوض. هل ده كده بيوازي المجال؟ طبعا لا، مرفوض. طب لو انا شديت خط هنا بين القطبين، ادي محور الشريط الممغنط، هل الخط ده بيوازي المجال؟ تمام، يبقى هو ده الاختيار الصحيح، الاختيار رقم ج. سؤال رقم 49، في الشكل عندنا سلكين متوازيين يمر بيهم تيار اي و3 اي، ادي التيار اي وادي التيار 3 اي، فاذا علمت ان كثافه الفيض الكلي عند النقطه ايه هي 10 اس سالب 4، فان بي الكليه عند النقطه بي بتساوي ايه؟ طيب تعالوا نخطط المجال. لما يكون اتجاه التيار في السلكين في اتجاه واحد، هيبقى اللي بينهم طرح واللي براهم جمع. طيب السؤال عايز البي توتال عند النقطه بي، بس انا عايزه استغل المعلومه ان معلوم كثافه الفيض عند النقطه ايه، فهو قال لنا على ان كثافه الفيض التوتال عند النقطه ايه بتساوي 10 اس سالب 4، يبقى البي توتال عند النقطه ايه، طبعا النقطه ايه واقعه في منطقه جمع وجاي لها مجال من السلك الاول ومجال من السلك الثاني، يعني لو اعتبرت ده السلك الاول واعتبرت ده السلك الثاني جاي لها مجالين، فعشان هي نقطة ايه موجودة في منطقة جمع، فاحنا المفروض نجمع بي واحد زائد البي اللي جاي لها من السلك التاني. البي توتال عند ايه 10 أس سالب 4، والبي اللي جاي لها من السلك الاول عبارة عن ميو تيار السلك الاول اي على 2 باي ايد على السلك وايد على النقطة، هنلاقي البعد دي، زائد ميو تيار السلك التاني 3 اي على 2 باي ايد على السلك التاني وايد على النقطة، هنلاقي المسافة 2 دي. هنقول 10 أس سالب 4، هناخد مين على مشترك؟ ميو اي على 2 باي دي على مشترك، طبعا هي اي واحد اسمها اي ودي 3 اي، ميو اي على 2 باي دي، خدت الميو والاي والتو والباي والدي على مشترك اتبقى 1، خدت الميو والاي والتو والباي والدي اتبقى 3 على 2، 3 على 2 يعني 1 ونص و1 يبقى 2 ونص، مضروبة في ميو اي على 2 باي دي بتساوي 10 أس سالب 4. يبقى أنا عندي الميو اي على بعضها على 2 باي دي، المقدار ده كده على بعضه عبارة عن البعيد عن القريب، يعني 10 أس سالب 4 على 2 ونص، ودي معلومة هتفيدني جدا. تمام، تعالوا نحسب بقى البي توتال
عند النقطة دي بي، هنقول موجودة برضو في منطقة جمع، فاحنا هنجمع البي اللي جاي لها من السلك الأول زائد البي اللي جاي لها من السلك التاني. البي اللي جاي لها من السلك الأول ميو في اي على 2 باي، ادي السلك الأول وادي النقطة، يبقى 4 دي، يبقى في 4 دي زائد ميو في تيار السلك الثاني اللي هو 3 اي على 2 باي، ايد على السلك وايد على النقطة، هنلاقي 3 دي في 3 دي. هناخد الميو اي على 2 باي دي على المشترك، خدت الميو والاي وال2 والباي والدي بقى ربع، خدت الميو والاي وال2 والباي والدي على المشترك و3 طارت مع ال3 يبقى اتبقى واحد. يبقى هنا هقول ان الميو اي على 2 باي دي مضروبه في واحد وربع، هشيل ميو اي على 2 باي دي واعوض عنها ب 10 اس سالب 4 على 2 ونص بتساوي واحد، وواحد مضروبه اهي، انا عوضت عن القيمه دي اهي، مضروبه في 1.25%، يبقى دي البي توتال عند النقطه بي. هنخلصها بالاله الحاسبه، هيطلع الناتج هو الاختيار ب 5 في 10 اس سالب 5 تسلا. سؤال رقم 50، عندنا ثلاث اسلاك متوازيه يمر بها تيار متساوي الشده، هنا اي وهنا اي وهنا اي كما بالشكل، فان نقطه التعادل لهم بتقع فين؟ مديني اختيارات أربعة، يا ترى مين فيهم الاختيارات الاختيار الصحيح؟ طب تعالوا نجرب كده الاختيار ألف، هل فعلا نقطة التعادل بين الـ A والـ B على بعد D على جذر 2 من A؟ طيب ماشي، أدي اتجاهات التيارات أهي، ده مع ده وده عكسهم، هو بيفترض إنها موجودة على بعد D على جذر 2، يعني D مضروبة في واحد على جذر 2، ما هي دي على جذر 2، واحد على جذر 2 يعني 7/10. يعني هل هي على بعد 7/10 من التيار اللي هو السلك اللي هو ايه؟ ادي ايه ودي بي ودي سي، هل هي بين ايه وبي تبعد عن السلك ايه حوالي 7/10 دي؟ طبعا لو هي كده المفروض انها تبعد عن السلك الثاني 3/10 دي، والمسافه دي تمام. عايزين نشوف دي نقطه تعادل ولا لا. احنا عندنا ثلاث اسلاك، يعني هيسببوا ثلاث مجالات عند النقطة دي، ونفترض النقطة دي هنسميها واي مثلا. هل واي دي تعتبر نقطة تعادل؟ هي ممكن تبقى نقطة تعادل إذا كانت المجالات الثلاثة اللي وصلها بتلاشي بعضها البعض. يعني إيه بتلاشي بعضها البعض؟ يعني متساويين في المقدار ومختلفين في الاتجاه. طيب البي اللي وصلها من السلك إيه؟ البي اللي جاية من السلك إيه؟ اتجاهها إيه؟ ادي الابهام مع التيار، ناحيه دي اكسات يبقى واصله لها من ناحيه دي نقط، يعني عمودي على الصفحه للخارج. طيب والبي اللي جايه لها من النقطه بي او من السلك بي، البي اللي جايه للنقطه من السلك بي تعتبر ايه؟ اكسات، يعني عمودي على الصفحه للداخل. طيب والبي اللي واصله لها من السلك سي، لو احنا مررنا الورق كده، بصوا لففنا الورق كده، ادي الابهام مع التيار، هنا ناحيه دي اكسات تجي لها من هنا نقط، يبقى البي اللي واصله لها من السلك سي عبارة عن نقطة يعني للخارج، تمام. لو كانت المجالات المتشابهة البي اي والبي سي مجموعهم، طبعا هيتجمع عشان في اتجاه واحد، بيساوي البي المخالفة اللي هي في الاتجاه المخالف، هيبقى في الحالة دي نقطة تعادل. يعني لو كانت البي اي زائد البي سي، ليه جمعت دي ودي؟ عشان اتجاهات واحدة، بتساوي البي اللي جاية لها من النقطة بي، يبقى في الحالة دي هتبقى نقطة تعادل. طيب البي اللي جايه للنقطه واي من السلك ايه؟ هتبقى عباره عن ميو تيار السلك ايه اي على 2 باي، البعد بيبعد عن نقطه التعادل المفروض يعني 7/10 دي، 7/10 دي زائد ميو اي تيار السلك الثاني اي على 2 باي اللي هو السي. بصوا بقى كده، السي هتبقى بتبعد عن النقطه مسافه 1.3 دي، يبقى 1.3 دي، هل دي بتساوي ميو اي على 2 باي السلك بي يبعد مسافه 3/10، 3/10 دي. طيب هاخد الميو والاي على 2 باي دي على المشترك، هيتبقى لي هنا 1/7 زائد 1/1.3 بيساوي ميو اي على 2 باي، وهنا 3/3 دي. طيب الميو والاي هيروح مع الميو والاي، والتو والباي والدي هتروح مع التو والباي والدي، هل 1/7 زائد 1
على 1.3، هل هي بتساوي 1/3؟ هنجرب كده، هنلاقي 1.3 زائد 1/7 بيساوي 2.19%، وده لا يساوي، لو انا قسمت دي على دي هتطلع 3.33%. يبقى اذا المقدارين ما بيساويش بعض، اذا دي مش نقطة تعادل. طيب نشوف الاحتمال الصحيح هيبقى رقم ج، عشان بس المسألة ما تاخدش وقت، احنا هنكرر ده في ب ومش هتطلع مناسبة. هنجيب ج هي الإجابة الصحيحة. بيقول لي لو اتجاهات التيار زي ما احنا متفقين كده، والبعد ده دي والبعد ده دي، بس المرة دي النقطة اهي خارجة عن الأسلاك اهي، جهة السلك سي، ما دي A ودي B ودي C خارج هما، جهة السي على بعد جذر 2 دي، تمام؟ هل هتبقى نقطة تعادل؟ طيب تعالى نسميها برضو واي، تعالى نسميها النقطة واي مثلا، ونقول إن البي اللي واصلة الواي من السلك A عبارة اتجاهها ايه؟ ادي هنا اكسات يبقى نقط، يعني هنقول للخارج. طب والبي اللي واصلة لها من السلك بي، ادي كده اكسات يبقى هنا نقط يعني للخارج. طيب والبي اللي واصلة لها من السلك سي اكسات يبقى للداخل. لو كانت البي A زائد البي بي بتساوي البي سي، لو المجالات اللي هي متشابهه بتساوي المجالات المختلفه هيبقى بيلاشوا بعضهم البعض وتبقى نقطه تعادل. طب تعالى نجرب، البي اللي واصله للنقطه دي من السلك A ميو اي على 2 باي، الدي بقى ادي دي ودي 2 دي، وعندك كمان جذر 2، يبقى انت عندك 2 دي زائد جذر 2 هيبقى 3، يبقى فيه 3.41% دي ماشي، زائد البي اللي جاي لها من السلك ده ميو اي على 2 باي، ادي دي وجذر 2 يبقى عباره عن 2.41% دي. هل بتساوي البي اللي جاي لها من النقطه سي او من السلك سي اللي هي ميو اي على 2 باي جذر 2 دي، لان دي بتبعد عنها جذر 2 دي، تمام؟ هناخد الميو والاي على 2 باي دي على المشترك، هيتبقى 1/3.41% زائد 1/2.41%، هل بتساوي ميو اي على 2 باي دي في جذر 2؟ طبعا الميو اي هتطلع مع الميو اي، و2 باي دي مع 2 باي دي، هيبقى المقدار ده قيمته 7/10. هل يساوي 1/2؟ 1/2 قيمتها 7/10، يبقى فعلا بتساوي، يبقى اذا الاختيار فعلا رقم ج، هتبقى نقطه التعادل، وبالتالي دي هتبقى الاجابه الصحيحه رقم ج. سؤال 51 في الشكل، عندنا 3 اسلاك كي وال وام، كي وال وام يمر بيهم تيار كم واضح بالشكل، هنا اي 3 اي هنا 3 اي ماشي. موضوع وكثافه الفيض الناتجه عن السلك كي، البي الناتجه عن السلك كي لوحده عند النقطه او قيمتها بي، تمام؟ فان كثافه الفيض الكلي عند النقطه او بتساوي ايه، وجايبها لي بداله البي. اول حاجه لازم اعرف ان المعلومه اللي هو قال لي عليها، ان البي اللي واصله للنقطه او من السلك كي اللي قال لي انها بتساوي بي، دي عباره عن ايه؟ عباره عن ميو تيار السلك كي اي على 2 باي بعد السلك عن النقطه او دي. يبقى انا عرفت البي دي عباره عن ايه، ميو اي على 2 باي دي هسميها بي. طيب البي اللي واصله للسلك او من الواصله للنقطه او من السلك اللي بقى، البي اللي واصله للنقطه او من السلك ده هتبقى عباره عن ميو تيار السلك ده 3 اي على 2 باي دي البعد العمودي دي. طيب ما انا عندي ميو اي على 2 باي دي بسميها بي، يبقى دي 3 بي. طيب والبي اللي واصله للنقطه او من السلك ام عباره عن ايه؟ ميو تيار السلك ام 3 اي على 2 باي السلك ام يبعد عن النقطه بمسافه دي. طب ما ميو اي على 2 باي دي بسميها بي، يبقى دي 3 بي. طب هعمل ايه في المجالات دي؟ انا عندي مجال بي و3 بي و3 بي، هنتعامل ازاي؟ تعالوا بقى نحدد المجالات. تعالى نحدد مجال هي السلك كي، بنقول الصباع ده هيمثل التيار وده هيمثل يرسم المجال، تمام؟ هنا الابهام او مع هنخليه المجال هنا المجال عمودي على الصفحه اللي داخل، هرسم بالصباع ده اتجاه المجال، هيبقى المجال في هذا الجانب اهو. طيب هاجي هنا هنقول ده اتجاه التيار، وهرسم المجال هيبقى برضو المجال في نفس الجانب جهة الغرب.
يبقى المجالات دي في نفس الاتجاه هتجمع، يبقى انت عندك هنا المجال ده وده هيتجمعوا، مجال السلك ده ومجال السلك ده، يبقى المجالات دي هتبقى قيمتها 4 بي. تمام. المجال ده بقى هيبقى ايه بقى؟ خلي بالك الغرب ده على الصفحه، ده محطوط على الصفحه كده، ده محطوط على الصفحه. اما مجال السلك ده هيبقى عمودي على الصفحه من الناحيه دي للداخل، هيجي هنا خارج من الصفحه، يعني عمودي على الصفحه للخارج. طبعا كده المجال بتاع السلك ده هو 3 اللي هو ام، هيبقى عمودي على ال 4 بي، وبالتالي هتبقى البي توتال بقى بالفيثاغورس، البي توتال هتبقى الجذر التربيعي ل 4 بي تربيع، 4 بي كل تربيع، زائد مجال اللي جاي من السلك ام اللي هو 3 بي الكل تربيع. طيب تعالى كده نكمل الحسابات. ربع ال 4 16 وتربيعة البي بي تربيع، ربع ال 3 9 وتربيعة البي بي تربيع، يبقى جذر 25 بي تربيع يعني 5 بي، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم د. سؤال 52، ينصح ببناء المساكن بعيدا عن خطوط الجهد العالي، فإذا تم إبعاد الخط عن المنزل 60% من المسافة الأولى فإن كثافة الفيض تقل بمقدار إيه؟ طبعا هي لازم تقل أدام المسافة اللي بين المسكن وخطوط الجهد العالي زادت، لأن العلاقة بين البي والدي علاقة عكسية. طيب هي المسافة زادت بمقدار قد إيه؟ الدي 2 الجديدة هتبقى عبارة عن دي الأولى زائد الزيادة اللي هي 60/100 من المسافة الأولى، يعني دي 2 عبارة عن دي 1 زائد 6/10 دي 1، يعني المسافة الجديدة عبارة عن 1.6 دي 1. وأنا عندي علاقة عكسية بتقول إن البي 1 على بي 2 بتساوي دي 2 على دي 1. بي 1 لو اعتبرتها بي فممكن أجيب بي 2 بدلالتها، هقول دي 2 اللي هي 1.6 دي 1 على دي 1، هضيها تطير مع دي وتبقى 1.6. طيب أنا عايز أجيب بي 2، هقول بي 2 بتساوي الطرف المتصل بي على الطرف اللي فيه مجهول 1.6. طيب أنا دلوقتي عشان أجيب البي قلت بمقدار إيه، وهي الاختيارات فيها نسبة، أجيب النسبة دي إزاي؟ أول حاجة لو تفتكر نسبة الخطأ في أولى ثانوي، لما بيكون عندك قيمتين بتطرحهم من بعض، أنت فعلا عندك قيمتين، عندك بي 1 اللي أنت اعتبرتها بي، وعندك بي 2 اللي أنت اعتبرتها بي على 1.6. عشان تجيب نسبة النقص في البي، أول حاجة تطرحهم من بعض، تطرحهم من بعض، وبعدين الناتج الطرح ده أو بنسميه الخطأ المطلق، نقسمه على الأصلي في 100، يبقى أول حاجة لازم تجيب دلتا بي عبارة عن بي واحد اللي هي بي ناقص بي على 1.6. تمام؟ هيطلع معاك الناتج عبارة عن إيه؟ لما تيجي تطرح الكلام ده هيطلع معاك الناتج 375/1000 دي. تمام. تعال بقى نجيب الار، هنقول الار عبارة عن الخطأ الدلتا الخطأ المطلق اللي انت جبته 375/1000 بي على القيمة الاصلية اللي هي بي في 100، هيطلع معاك الناتج 37.5%، يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم د. اخر سؤال بيقول لي سلكان مستقيمان، سلك واحد واثنين، ادي سلك واحد وادي سلك اثنين، في مستوى عمودي على الصفحة يمر بكل منهما طيار في نفس الاتجاه، عارف البوصلة دي موجودة بينهم، واتجاه الطيار في السلكين في اتجاه واحد، يبقى بينهم طرح، يبقى بينهم طرح، وبكده هيبقى عندك البوصلة موجودة فين؟ وضع بينهما إبرة مغناطيسية في منتصف المسافة في نص المسافة. طيب والتيارات كما هو موضح بالرسم، فإن القطب الشمالي للإبرة هينحرف ازاي؟ انت عندك ان التيار كل متساوي، التيار فيهم متساوي، ده قيمته اي وده قيمته اي، والابعاد متساويه، اذا هتبقى الابره في منتصف المسافه، كده معناها ان دي نقطه تعادل، وبالتالي مش هيوصل لها مجالات، فهدناها الابره زي ما هي بدون اي ما حد ياثر عليها، لان مفيش مجالات، هي موجوده في نقطه تعادل، فتبقى الاجابه رقم د، يظل في موضوعه دون انحراف.